السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا هون درس صغير عن بالألماني اسمه Leucht weit Regelung. هذا بيعير الضوء يعني على الصفر، واحد اثنين ثلاثة، بيعلي الموتير. هون بيعطي رسالة انه يشتغل الضوء، يعلي وينزل الضوء. مثلا خلينا نقول اذا كان في شخص واحد بالسيارة وقعد، يعني الشوفير بيحطها على الصفر، بيكون 100%. اذا عنده وزن ورا او حاطط اغراض بالكفرهم، بتعلي السيارة لمن قدام، يعني بيصير الوزن من ورا بتعلى السيارة من قدام، بيصير الضوء عالي كتير. مجبور هو بيحطه على الواحد او اتنين وتلاتة مشان ما يزعج الناس. يعني هذا الموتير اللي بيجي بالضوء، وهذا هو هون بيجي بقلب الضوء، يعني بقلب الضوء، بقلب اللمبة. اوكي. وفي عندك الشالتة، هذا السويتش هون عبارة عن بوتنسيوميتر، يعني هذا هو الضوء، عفوا اللي بيعير الضوء، ريكلاج. بنلاحظ هون في عنا خريطة، هدول الموتيرات وهذا الضوء. الموتيرات حكينا عنهم، وهذا وقت اللي بيعير. اذا بتلاحظ هون على الضوء، هون شوف هلا مثلا بنزل فيها واحد، شايف؟ اثنين ثلاثة اربعة، ثلاثة ما في اربعة. المقصد يعني وقت بتغير لتحت ولفوق بتلاقي الضوء صار يطلع وينزل. الكلمن بتسايشنون، هدول العلامات بنعرف نحن الواحدة وثلاثين حافظينه انه هو بارد. يعني هون الموتير بياخد بارد بارد، خطين هدول بينوصلوا مع بعضهم، بيروح على هذا المفتاح، وهيدي هذا اسمه بوتنسيوميتا. البوتنسيوميتا مثل يعني اللي بيقوي الفولوم تبع الراديو، بخفف وبيقوي. في مليون نوع. نرجع على الكليمن بتسايشنو، عندك الستة وخمسين بالريلي. الستة وخمسين موضوع تاني بالضوء. الستة وخمسين هو وقت بتضوي الضوء العادي، مش العالي، العادي بيجي ستة وخمسين. وثمانية وخمسين وقت اللي بتضوي ضوء صغير، اول كبسة، اول طقة، بتلاقي هون عندك هذا الليد، هذا ليش ديودة، بيضوي الضوء تبع الشالتة. يعني كيف ضيق شوية هون، يعني الشالتة هون بقلبه ضوء صغير. وقت اللي بتضوي الضوء الصغير انت، بيجي هون بلس، بيضوي. هذا معنى وقت بتضوي الضوء الطاقة التانية، بيجي هون ستة وخمسين بيجي كهرباء، وهون بيجي كهرباء. صار عنا اثنين كهرباء بالمفتاح، وعنا خط البيرد هون. وقت اللي بتغير البوتنسيوميتا بتنزل بتطلع فيها، بيصير الكهرباء هون بتقوى، بيعطي للكمبيوتر هون في الكترون صغير انه كهرباء قوية، بيطلع، واذا خفت الكهرباء بينزل. لحديد هون تمام. هذا المانوال، بسموه مانوال، بالايد بتطلع وبتنزل. عنا موديل اجدد، الموديل الاجدد بيجي كزينون. اللمبات الكزينون في بقلبها هون الاكسن زينزور، بسموه نايجون زينزور. هذا
بيقعد هون على الأكس. إذا بتلاحظ هون في هيدي القطعة هي ذاتها هيدي القطعة. أوكي. والجشفندشكايت موتور هذا الجلايشتروم موتور عفوا هو الموتير اللي حكينا عنه هو ذاته بيقعد بالضوء. وهون اللي اشتغل جريت الكف اللي بيعطي الأمر. يعني الرسالة بتيجي من هون لهون. إيفا برينسيب أينغابة فاربايتونكس أوسكابة. أوكي. عنا هذا الموديل أجدد. هذا بقلبه شريط موتور سيجنال وهذا السيجنال وهذا الكف. إذا منلاحظ هاي السيارة حاطين لهوني أرقام. أنت بتعرف تقرأ ألماني إن شاء الله بتشوف شو مكتوب عندك هوني. شاين بيفا شتيلي كليد ونزو فايتا. هذا وقت اللي بيشتغل لفوق ولتحت يعني بيصير في وزن بالسيارة من ورا. إذا بتشد لتحت هذا بيطلع لفوق بيعطي السيجنال للكف لهوني انه اعطيه امر للموتير هذا الصغير ينزل. او بالعكس اذا ضرب فريم او صار في وزن قدام اكتر بيطلع الضوء لفوق. لاحظ هوني هذا من دون اوتوماتيك بدله بخربط الضوء وهذا اوتوماتيك بدله معير 100%. شايف في اختلاف كبير. هون البشلوينيجون يعني اذا واحد دعس ضربة بنزين بسرعة بتلاقي السيارة قلعت لفوق الضوء تغير معه كليته سوا. اذا لاحظت هون بالاوتوماتيك ريجلونج بتلاقي عم بيعير لوحده اوتوماتيكيا. لو دعس فريم بدل الخط جالس 100%. هيداك كان في اختلاف كبير هوني. البشلونيجون ودعس بنزين علي الضوء لفوق ودعس فريم نزل الضوء لتحت. بس بالاوتوماتيك كان 100%. يعني هذا الدرس لازم الواحد ياخد فكرة عنه لأنه هذا مهم جدا بالأخص بألمانيا. يعني مثل ما ملاحظين هون شفت السيارة دعس عطى رسالة للكف نزل الضوء لتحت عليت السيارة عطى رسالة للكف بريمزونج ودعس فريم نفس العملية عطى انه العيار البوتنسيوميتر تبع الدولاب هون عالي صار عير الضوء اوتوماتيكيا. وهون ماشي ديركت بيعير اوتوماتيكيا ديركت. سيستم حلو كتير. وهذا ملخص للموضوع. مثل ما حكينا هوني السيجنال وهوني سيجنال بيعطي رسالة وهذا بيعطي رسالة للكف. والجشفندشكايت سيجنال تبعت السرعة كمان بيعطي أينغانج يعني دخول وهوني بيعطي فايتا للموتيرات. والموتيرات بينزلوا ميشانيك اللمبات لقدام لتحت أو لفوق. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهالدرس ومنشوفكم ومنسمع آراءكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.